بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين الصالحين وإلى حضرة أستاذنا وشيخنا السيد عثمان بن سيد محمد القاضي البغدادي اللهم اغفر لنا ولهم إلى يوم المعاد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين إلى أرض المشيدنا وسيدنا وهادينا ومرشدنا ومربنا وسندنا وأستاذنا فقير شيخ علي بن شيخ موسى بن محمد الجبرتي الفكري القادري اللهم انفعنا ببركاتهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإلى روح خادم الفقراء والعلماء والمشايخ محمد القادري وأخينا وشيخنا مرشدنا وربنا وهادنا هادي شيخ محي الدين القادري ابن شيخ سليمان القادري ابن شيخ محي الدين الصالح اليقين القادري ابن شيخ عمر القادري ابن شيخ عبد القادر القادري رحمهم الله تعالى بعلومهم ونفعنا الله ببركاتهم في الدين والدنيا والآخرة قل آمين الفاتحة. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك
الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا وإلى حضرة جميع الأنبياء والأولياء وعلى جميع أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وأماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومحبنا وأصحابنا وفضلياتنا ولمن له حق علينا لمن أوصيناه لمن صاحبنا وصاحبنا ولمن آمنا على أنبيائك ورسولك قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المقيمين منهم المقيمات والمسافرين منهم المسافرات الأحياء منهم الأموات في بارك وبهرك أجمعين من لدن آدم إلى هذا الزمان غفر الله ذنوبهم ورحم الله بعملهم ورفعنا الله بعناياتهم بالدارين كلهم آمين أجمعين اللهم ارحم لهم ونور ضرائهم واجعل جنة مثواهم ببركاتهم ومددهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الله الغفور الرحيم الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
واصيلا واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون واعلم أنه أفضل الذكر الله يا لطيف ويا Oh yeah.
إلا لا إله إلا الله.
نموت وعليها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وجعلنا من أهل لا إله إلا الله، واختم بآخر الكلام لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Oh!
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا وعلى عبادك الصالحين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسيد السائر بجميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد من الأولين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد من الآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد من النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد من المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد من الملائكة إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه شيخ محي الدين سيد أبي الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه شيخ قطب رباني شاه محي الدين سيد أبي الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه شيخ قطب سمداني شاه محي الدين أبي محمد سيد أبي الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلطان ابو العجم شاه محي الدين ابي محمد سيد عبد القادر الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه شيخ الهيلم شيخ الزقلين سمع السماوات والارضين شيخ الملك والجن والانس شيخ محي الدين ابي محمد سيد عبد القادر الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه شيخ الهيلم شيخ الزقلين شيخ القونين قريم الطرفين حوضنا وشيخنا محي الدين ابي محمد سيد عبد القادر الجيلاني صلاه وسلام لك عند الله رافض غبائك وعبد التوحيد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا شيخ محي الدين ابي محمد سيد عبد القادر الجيلاني وافضل صلوات وكمل تحيات وزكاة رؤوفه واما بركات والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا ابي محمد سيد عبد القادر الجيلاني افضل ما صليت وسلمت عليه بافضل الثناء وكمل تحيات ورؤوفه وصلاه وسلام واتيب بركات اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا شيخ محي الدين سيد عبد القادر الجيلاني بعدد انفاسه شيخ محي الدين سيد الانام حرف الكلام وعدد الانام غترات الغمام وعلى الدوام الى يوم القيامه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا شيخ عبد القادر بعدد كل ذره من مئات الف الف مرات اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا شيخ محي الدين عبد القادر بعدد كل وقت واوان في كل حين وابان وزمان عدد ما صليت وسلمت عليه والله ذلك كله وبالالاف التي لا تحصيها غيرك انك فعال لما يريد اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعليه وعلى غوثنا شيخ محي الدين سيد عبد القادر الجيلاني ولي آخر الزمان وقطب آخر الزمان مختلف الملوان وتآخذ الأسران وتقرر الجديدان واستصحب الفرقدان وافترق الندان واستلاء القمران وبلغنا منا روح سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى روح شيخ محي الدين عبد القادر ألف ألف سلام اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي العربي الحرمي القريشي وعلى آله وأصحابه وعلى شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني والقيلاني صلاة تكون به رداء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفليلة والدرجة الرفيعة وبعده مقام محمود الذي وأتته جزا الله محمدا لنا خيرا. الحمد لله رب العالمين لك الحمد ولك الشكر يا الله الموجود. آمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا محمد سيد الاشراف ومقري الاضياء وصاحب الحول الصادق المنزل عليه سوره القاف واللهقاف وسيد بهدي عبد مناف الذي ارسله الله سبحانه وتعالى رحمه لكافه خلقه ومؤديا لاداء حقه وبلغ رساله ربه وجاهد في سبيله وعبد ربه حتى اتاه اليقين. اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا بالايات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. أوصل اللهم ثواب ما قرأنا من كلامك القديم وبركة ما صليناه على نبيك الكريم هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة بالقبول والرضوان والعفو الشامل والامتنان مقدمها نهديها إلى حضرة الشريف روح أشرف المخلوقات إمام المرسلين سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله خاتم النبيين ورسوله رب العالمين. وأمرنا وجهه واسقنا من حوله بيده شربة لا نظما بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهنا نسالك بحقائق اسمائك الكماليه التي تجليت بها في علمك على ما تعلم لذاتك بذاتك ان تقوم اني بحالي في يمني بواجب حقك حتى نثني عليه بما انت اهله انتك ما اثنيت على نفسك. يا لاهوت كل ناسوت ويا إله كل معبود يا الله يا الله يا الله. اللهم يا أهدي الوجود في تعدد الوجوهات نسألك بشأن الأهدية التي لهويك بأنيتي أو أنيتي كل موجود أن تظهر ناصر الأهدية الذاتية المحضة بغيبك الأهدية الذاتي الذي انفردت بتجليه عن كل ما سواك فيكون ذكرك إيانا في ذلك التجلي منوتا بالصرابة المحضة حيث لا نذكر لمذكور يا أحد يا أحد يا أحد. اللهم إنا نسألك المدد بحق ذاتك العلية وبصفاتك الثنية المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة محمد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم المدد بحرمة آدم وصفيك المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة النبيين والمرسلين المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة ملائكتك المقربين المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وزيد بن حارث وعبد الله بن عباس وحمزة وعباس وحسن وحسين وسعيد بن أبي وقاص المدد. وإلى أزواج رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين عائشة وخديجة وحفصة وجميع أزواجه وصحابته أجمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين المدد. وإلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين المدد وبحرمة سائر أصحاب نبيك المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة سيدنا قطب الرباني العارف الصمداني السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني المدد. اللهم إنا نسألك المدد بحرمة سيد الشاه الحميد الشيخ ماني كبوري المدد. اللهم إنا نسألك بحرمة جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء والأتقياء والعلماء والشهداء والصالحين المدد. اللهم إنا اللهم وبحرمة جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم المدد والحمد لله رب العالمين. يا الله لطفنا بكرمك شيخ
وخير المعتقين موسى بن الله كان رب العالمين وسيدنا سليم ليبلا
منها واتخذها حماية الأكتاب الصالحين من وفاء المغارب والبغداد إلى كل قول نقول قديم هذه الآن قادة لولي ولي الله تعالى من المعلم نقول الله تعالى بالدار المعين قال له تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوه إليه المصير تجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال عليه الصلاة والسلام والجهاد الأكبر واجب عليكم قال عين الفداء أسلم لا يدري وجنه متبكر جنة وهذه الحكمة والقريب الصالح والقريب الناس وأتمنى أن يكون الله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Yeah.
Allah
عليكم يا جليل سلام عليكم يا جليل سلام عليكم سيدنا سلام عليكم رضي الله عنكم سيدنا رضي الله عنكم مولانا رضي الله عنكم مولانا رضي الله عن سيد محمد رضي الله عن سيد الحاجة رضي الله عن معين الدين رضي الله عن سيد الحاجة رضي الله عن معين الدين رضي الله عن سيد الحاجة رضي الله عن قدر الهند صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم.